في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن بعض ولايات وسط وغرب البلاد ستشهد ارتفاعا محسوسا في درجة الحرارة يوم الاثنين والثلاثاء، وأن درجات الحرارة ستتراوح إلى 43 و44 درجة في كل من ولايات عين الدفلة، أشلف وغليزان، حيث ذكرت وزارة الصحة بالإجراءات الوقائية والضرورية الواجب اتباعها في أوقات الحرارة لتفادي الأضرار.